مو ضروري تعرض حالك قدام الكل. هات ايدك هات ايدك لك ما بدك فلتها ما بدك فلتها لك يا جماعة لك يا جماعة يا عالم يا عالم وقع وقع رح وقع رح وقع لك خلاص ليك ليك رح يوقع تحريفك لك ما بدك ما بدك فلت اسكت حبس نفس لك يا عالم يا عالم الكل يطلع لفوق تعالوا لفوق بتنفذوا تعليمات كتابي الجماعة المشاة في كل الوضعيات الجماعة المشاة على شفير الهاوية من تحت من تحت تدفشوا لفوق يلا يلا شو هالعلاك هاد فحدا بيندفش دفشه هو عم يوقع اللي عم يوقع بيسحبوه من ايديه او من اجريه ما بيدفشوا دفش خلاص هذا العلاك بحد ذاته من تحت بدفشوه لانه من فوق بتخور قواه بيفلت هي عاملين عليها تجارب هي في المعسكرات ماني جايبها بيت اهلي بلا حية بلا ثعبان قال تجارب حية قال عمرك شفت واحد عم يوقع بينزل واحد وبيدفشوا دفش طب اللي عم يدفشوا ما بده يوقع بعدين مربوط من ايده كيف بده يفلت عم تزحط عم تزحط اقول لك ايه عم زحط عم زحط مش هذا ساعدونا 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 شدوني شدوا 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 واحد شدوا ثلاثة هذا العلاج بحد ذاته اللي عم يوقع بيسحبوه من ايديه او من اجريه ما بيدفشوا دفش من تحت بيدفشوا لانه من فوق بتخور قواه على مين بدنا نراهن هالديكين؟